يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تجوز زيارة قبر المسلم إذا كان قد بني على قبره وجعل ضريحا وهو لا يرضى بذلك؟ لا، ما يجوز، لأنك إذا زرته وهو على هذه الصورة صاروا يحتجون بك ويقولون أنه زاره فلان ورضي به فلان وأقره فلان، فما دام عليه بناية لا تزره، ولكن تدعو له لو ما زرته، تدعو لأخيك المسلم ولو لم تزره، لكن ما دام عليه هذا المانع لا تذهب إليه. نعم.